أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. هذا كان باب عقوبة قاطع الرحم. qaraabada kii gooyey cuquubadii sabaabkeedii oo fi dunyaa adduunyada dhexdeena lagu ciqaabo. Waa darsigii sagaalaad min kitaabi adab almufrad, waxaana ka bilaabanayaa baabkii 3-aad. Weled alimaamu albukhaari calayhi raxmatullah wuxuu ku gudi jiraa abwaabtii ku saabsanayd silatu raxmi. Waxaana soo dambeeyey xadiidkii abu hurayra ee saciid ibnu samcaan uu lahaa. Abu hurayraan maqlay isagoo ilaahay ka magan galayo min imaarati subyaan waasufahaa, dabaalada iyo caruurta madaxnimadood. Dowlad oo ay hogaaminayaan dad sufahaa ah oo cuquushooda iyo aragtidooda ay gaaban tahay, iyo caruur dowlad ay hogaaminayaan, taasaa marka ilaahay ka magangalayo. Intaas marka waa inta saciid uu ka maqlay aba hurayra. Wuxuu intaa raaciyey maka saciid ibnu samcaan الرابع عن أبي هريرة ابن حسنة الجهني بعضه إيش غيبه أنه لميركس ابن حسنة بلو علينا قال إنه يري ابن حسنة لأبي هريرة إنه ما آية ذلك كان على مؤمنة دولت وأيه كامنا يندد سفهاء سبيانا inay imaanayso ama waqtigeedii la joogo maxaa astaan iyo calaamo u maqanayo? Su-aashaasaan abu hurayra weydiiyey ibnu xasana ii sheegay wuyi taas. Markaasuu abu hurayra yidhi, waxaa astaan iyo calaamo u naqanayso dowladdaas waqtigeedii in la gaaray an tuqbac alarxaamu wa yudaac almuwi wa yucsa almurshid, arxaamtii in la jaro, midka dadka baadiyeenayana la atiico, kan dadka hanuuninayana la cansiyo. Saasuu ahaa xadiidkii ugu dambeeyey macnihiisu. Alimaamu Bukhaari marka baabkan wuxuu u guntay inuu ku caddeeyo qaraabada midka goynayo inuu leeyahay cuquubo. Waa laba cuquubo marka cuquubada uu leeyahay. Midna waxaa weeyaan cuquubo mucajal fi dunya, cuquubo adduunyada lagu soo dedejinayo. Midna waa cuquubo mu'ajala fi lqiyaama, cuquubo oo lagu madadeeyey qiyaamada. Kolka tarjamada wuxuu u guntay cuquubada mucajalada oo adduunka lagu soo dedejinayo qofka qaadiro raximka inuu ku caddeeyo. Alimaamu Bukhaari calayhi raxmatullah. Qaala almuallifu muallifka wuxuu yidhi, xadaanaa aadamu aadam baa noo warramay aadam ibnu abi iyaas thiqatun caabidun. Qaala wuxuu yidhi aadam, xadaanaa shucbatu shucbaa noo warramay shucbatu bnu lxajaaj ثقة حافظ. قال وحي شعبة, حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن مروان صدوق. قال وحي عيينة, سمعت أبي أبهيما مقلي أو عبد الرحمن ثقة يحدث حال صيغ أو شكينا يأبكى عن أبي بكرة, أبي بكر حقيقة شكينا نفع بن الحارث رضي الله عنه. قال إنه يري أبو بكر, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك سوف يري,
ما من ذنب ذنب مجرى أحرى كمضا أن يعجل الله إلى هيئة الصوت الدجيو لصاحبه ذنبك صاحبه العقوبة إلى الصوت الدجيو في الدنيا الدنيا الدولهين الصوت الدجيو مع ما كين للقب يدخل إلى هيئة كيننا له صاحبك أكيننا في الآخرة أكيننا من قطيعة الرحمنا كمضا ترابضي ولكي إيه والبغي ظلمنا كمضا الحديث كأي معنى وحيي رسولك عليه الصلاة والسلام ذنب مجرى وكمضا صاحبك إن الدنيا لكي يقول الوصول التجيع وإله سبحانه وتعالى ذنبك صاحبك إن الوقوع وصول التجيع الدنك القديم أيضا أي شرطه عقوبة آخرة إله وكيدين على أفكا ذنبك صومك كمرا قرابة قولك ويؤي وظلمنا بمعنى ذنوب تلصى مينا عليك مركي الله في ريو وحيليه لبعض القوة وقوة معجلة أو أدوك الوصول للدجينة يومد مؤجلة أو آخرة لغوت البقاية ذنوب تنقويك وإليه كل ذنوب تبا مركة هدنسي كلام ويصور سيد عقوبة وكلام مضانا مركة سأقول لي هاي نبق عليه الصلاة والسلام لبدا الذنبي وغمضا يعني غمضا إن صاحبكي عقوبة أدوك الوصول للدجينة وقرابة يولد ويقول بقوة حديث كما قلت تلمام عيا قضيعة الرحم يبغي إن يهين ذنوب تقوى وقل ليسا إن عقوب الوصول للجيء وكما قرابة إن على قضي يحرير في الوجر يظلم يوصم يوم مركا عقوبة اسمركا الدنيا ذنوب الوصول للجيء إله سبحانه وتعالى نواكي القرآن في قتل المامي نبي عليه الصلاة والسلام نواكي حديث كجهر لي إله سبحانه وتعالى ظالم كوروكا دنايا لكن مربو قبانا الدنيا ذي إلهي قبانا مرهدي إلهي قمتنا إلهي مفكينا قبشر إلهينا وأذكتها وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب حديث عمر هو حديث صحيح. باب ليس الواصل بالمكافي. ليس الواصل متك وحيرنا بالمكافئ كان بيكتوما يما. واصلك أو حقيقي جاء متك مكافئ ما. واصلك مثل قرابة حريرين وعطبت كان مكافئ لبيك توما يا ما مكافئ وحالي إلى ذا خفك غير كيس أجازين وحا أصيغ وغير كأجازيي وحلمك بمعنى هذه قرابة أي أصيغ صور حريريا أصيغ وحريرين هذه إنسان أيه أصيغ إنسان صور حريرين ما حريرين يا أصيغ مكافئ بالي كاس واصل كحقيقي يا معها واصل كحقيقي وحويا كان مركي أي قرابة جرطه أصيغ أن جرين أو حريريو كاويا رجل كي أصومر ما يدرسي حاليته حديث كي أبوهري قرابة أيان لي حيور وان حريريا أيغن ويئيكويا وان وناجيا أيغن ويئيكوميا كي لها كاسو كلا وحالي لها واصل لينا ذاتك مركا موضوعا مكي لغاها اللاياء مباركا واسدح درجو مدو حالي لها واصل ومدك قراوضا إني حريريان إني سن حريرين أي اسكمد اطهايو أسيقا مرور بحريرين أي كاسو واصل بالينا كاللوات نرحويا مكافئ مركي أصيغ الله صحيح ريو وحيرين عيابس مكافئ باليه
كان سدحان وحوي قاضي وعمل جريبة قرابة حتى هذا يجا سوى حريرية مكافأة لجهل ما يأسيه وجرى يا عيال مركز سدح ذا الدرجة يدتك كلمي رايا بابك سلة الرحم كمكي لجه الله. طيب قال المؤلف مؤلف كوحيري حدثنا محمد بن كثير بانور مي ثقة قال وحيري محمد أخبرنا سفيان سفيان بن سعيد الثوري بانور رمي ثقة حافظ فقيه حجة عن الأعمش أعمش حجب وغور رمي أعمش مجعس سليمان بن مهران ثقة مدلس والحسن بن عمرو نوى نور رمي سفيان بانور رمي عن الأعمش وغور رمي وهو انت الراعي مرك محمد بن كثير بهذا الكواتير والحسن بن عمرو النوان والرمي ثقة وفطر فدر بن خليفة أسجن ونوى الرمي صدوق رمي بالتشيع عن مجاهد مجاهد بن جبر المكي حقي ونوى والرمي ثقة إمام في التفسير مركا كيف رأوه وراء سفيان بانور رمي عن الأعمش بانور رمي هذا نوحو انت الراعي اي حسن بن عمر اي فطر لبدا ايقنا وينور رمي مجاهد بانور رمي عن عبد الله بن عمر قال وحو يري عبد الله قال سفيان سفيان الثوري وياه اي هذا سنة كتو جري لم يرفعه حديثك الأعمش مكريال إلى النبي مكريال صلى الله عليه وسلم أعمش حديث النبي ومكري لينو وكوجوجي عبد الله بن عمر موقوف بكدين ورفعه حديث الحسن حسن بن عمر باكري لي وفدر فدر بن خليفة لبدا حديث الرفعيان عن النبي عليه الصلاة والسلام بأيجا ورفعيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وخير ليس الواصل متك قرابة حريرين أيو بالمكافئ كان لبك توما يوما أمرك حريريان لحريرين أيو كاسمك عيسى مكافئ ليلها واصل لما يلان واصل كوامتك مرك لجرة حتى أسيقا أن وحجرين أو وحريريو كاويا ولكن الواصل أسيقا بس عدي واصل كالذي كيويا إذا قطعت رحمه قرابة سي هدي أي شرطه وصلها رحم تأسيك حريرين أيضاً واصل ككاوية حديثك بخاري ما صو صاري في صحيحه وقصو صاري بهذا السند بنا قصو صاري باب فضل من يصل إلى الرحم الظالمة هذا كان باب فضل من فضل بسبب في سوى من كو يصل حريرين أيضاً من كا ذا الرحم قرابا لماذا كان أصاحبك حريرين أيضاً ذا الرحم كو الظالمة اي ظالمك باب كان سجن وحبوبة بيهي قرابة النمذا كان أصاحبك أو ولبا حداني ظالمك قفك حريرين أيو فضل جنس وقفك والرحم كاو حداني وظالم يو ظلمين أيا أذيبو كو ظلمين أيا أما غير كاو ظلمين أيا إن الحرير سبا لربا ظالمك نفتر كيس باب كان مركا وباب رفيعة ومن أبواب الخير كمد أهو معايا لمسلم كا إن أيضا أوصينا مطلب كان عظيم كا درنان تيدا درادي باوحو حريرين آيا خفك قريب كيسا ولو ظالم بها أهو وحريرين آيا ونهما يو ظالم ويوم على قدي وكجرر آيا نهما وحالغيا ومركا حريرين تأو حريرين آيو إيو وناجين تأو وناجين آيو قفكا حن إني صوب أنقطو إسلاحي سا إني صوب أنقطو قفكا إنو حقاقو إني صوب أنقطو فللكا وناكسن جميلكا إن أسيقل أغلام عمرو طيب أما هنقض قف غيركا ظلمين آيا أما قف أذيقكو ظلمين آيا إلهي سبحانه وتعالى قرآنكا مسألة ذاوكو إشارة يو فإذا الذي بينك وبينه عذاب كأنه ولي حميم إلهي كعبره
ادفع بالتي هي احسن قفك كحمينا يا أديك أما غيرك يا حمينا يا إن أديك وناجسه وناجس مرك معنا بضم بالصمينا يا خاصة مرك قفك قريب كا ظالم ويدردي إن أنا على قدر الواقع جرين أو لحريريو طيب تاسو مرك باب كان وبابي هاي قال المؤلف مؤلف قوله يلي حدثنا مالك بن إسماعيل بانو والرمي ثقة متقن حجة قال وحير مالك حدثنا عيسى بن عبد الرحمن بانو والرمي ثقة عن ضلحة ضلحة بن المصرف حقي بونو والرمي ثقة عن عبد الرحمن بن عوسجة بونو والرمي من ثقات التابعين عن البراء براء بن عازب حقي بونو والرمي رضي الله عنه قال وحير براء جاء أعرابي من البادية يا يمت فقال أعرابي وحير يا نبي الله إله النبي قيسيو علمني إبر عملا عمل إبر عمل كو يدخلني أنيق إجلنا الجنة جنة إجلنا والسؤال عجيب أعرابي وحير رسول الله حد إبرت عمل أو أنا الجنة إجلنا ما دام واحد نمو له سنة أيه جنة أيه نلشان الدنيا دا إسكتها ينال مال السجائك دماني سوء أي دم شك دم بيش كان خسارة ونلشان كو خسارة نوية هاي دم شد بعد كان نار جلي كان نلشان كو بولي سين نوية هاي كان دم شد بعد كده جنة جلي رسول الله مرك واحد إبرتا عمل أنيق جنة إجلنا يو قول شيء حقيقي نايا أو نلشان إنهم كقول شيء حقيقي نايا قال مرك رسولي لرسولك عليه الصلاة والسلام لئن كنت هديئتها أقصرت مد جابيي الخطبة أي الكلام هذلك لقد أعرضت وحد بلارسي المسألة مسألة دي هديئتها هذلك قف جابيي وحد بلاري سيبو يري مسألة إنك الصور هذا الكاغا هذا القوبان قوية لكن هذا الكاغو معنيه سو بلارين مسألة أدي ويديني سيد مسألة سهلا ما لأنه مسألة حقيقيني سوقفك مصير كيس حقيقيني لأن نلوش حقيقة ما أهمدة إدلانتيتك ما نلوش رسمي حقيقة ونلوش آخرة وحامرك نلوش كبول استآخرة متك الجنة قالوا وحاكف الشلمين نلوش متك آخرة النار قالوا هذا الكاب ومرك إنك استوعي هاي هذا القابر لكن هدانة معنيه سو بلارين يا حيو هل كامرك وحالك قادنا يا قفك مفتقة افتونا ايو مسائش كجبابا ايو اما معلم هنقضاء اما مفتي هنقضاء وحوي سائلك سوى عن هذا السؤال شو يديو إنه سائل كان يرجل يوم سؤال هذا وسؤال جميل أهو سؤال هذا سؤال ونكسن ويا سؤال شواد ونجسي صاص عمل إن لي راض قفك أول يرجل يوم ويرجلنا يا مرك نبي عليه الصلاة والسلام إنك أسيجا إنك صو هذا الكئات جا وصي لكن مسألة وين بتك هذا الشيء بقول تيبو مرك كجواب يا نبي عليه الصلاة والسلام وحير أعتق النصمة نفسد حري وفك الرقبة قرن دا أما فك ها قال أعرابي قوحو يلي مر أوليستا واحدا عتقي إيو فكاك الرقبة صحل معها عتاق إيو فكي صحل معها حاجة معنى قال مركا رسول نبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا لبضو أكلا قاضي يا مركا وحير عتق النصمة نفسط الله حرية وحويا أن تعتق النصمة نفسط إن الحريص يعني كلغا أن تنفرد بعتقها بالغوة حرين تأد حريني سيد نفسط إن لك لنقطو كلغا لأد حريص مرك أدون إن الحريصو كلغا آد حريصو عمل وين وان أو كمدا أعماش الجنة الغوغرة
shariicada islaamka aad bay u dhiirigelinaysaa dadka addoommada ah inay addoonnimada ka baxaan ay xuroobaan oo bani aadamkao dhan xornimo ay ku noolaadaan. Is-addoomaysiga asal ahaanne wax shariicadu ay bilaabtay muusan ahayn, oo xilligii jaahiligu soo jiri jiray ee islaamka xilligiisana wixii muslimiinta ay gaaladu ka qafaalaan way addoomaysanayeen, ayagana wixii laga soo qafaalo waa la addoomaysanayay. Ayaday marka taa jirtay, haddana asbaab fara badan bay shariicada diyaarisay ee dadka addoommada ahna ay ku helaan xornimo ay ku helaan. Tayib, marka si toos in loo xoreeyo ama cidqigiisa cidqi mucallaq laga dhigo oo bacdalmowd la gaarsiiyo ama la kitaabeeyo ama sidaasoo kale ama kafaara ahaan addoonkii loo xoreeyo, asbaab badan bay shariicadu jidaysay ee dadka addoommada ay xornimo ku helaan si bani aadamka dunida ku nool dhammaantood ay xornimo ugu noolaadaan. Marka wuxuu yidhi cidqu nasama waxa weeyaan inaad nafsad xurayso kaliga, wafaku raqabana waxa weeyaan an tuciina inaad kaalmayso, wa yacni hayraka cala raqaba calaa cidqi raqaba aad ku kaalmayso, yacni heerkaaga inaad caawiso ood ka qayb qaadato qof la xureynaayo xurintiisii inaad ka qayb qaadato. Sidaasaa marka labadooda ay ku kala duwan yihiin. Haddaad awoodo keligaa xuray ee inaad addoon xurayso, haddaadana awoodanne ka qayb qaado addoonka xurintiisa wax ku yeelo, waa camal wanaagsan oo aad u qiimo badanoo ilaahay ridihiisa lagu gaaro. Walmaniixatu waay yacni is-irmaansiin, maniixadoo arraguubu oo caanaha badan waa ko yacni neef irmaan ah oo caano badan in qofka la siiyo oo la yidhaahdo neefkan maalo oo liso in la yidhaahdo. Neefkii buu marka qofkaa iska maalanayaa uu iska lisanayaa oo irmaanka neefkii hadduu gurane neefkii waa soo celinayaa oo kale. Kaasaa waxaa la yidhaahdaa almaniixatu raquuba, cidda marka aan caanaha haysanin oon irmaanka haysanin in neefkaa la siiyo. Haddii marka magaalo la joogo oo aan lagu dhaqanaynin magaalada gudaheeda xoolo aan lagu dhaqanaynin, waxaa la mid ah qofka in dadka caanaha gado kale in lagala ballamo la yidhaahdo maalin walba fulaan hal litaroo caanaha sii, saasoo kale in la yidhaahdo khaasatan dadka saaxiibulciyaalkoo kale. Tayib, camal marka aada u wanaagsan oo aada u qiimo badan waa, laanna caanuhu insaanka waxyaalaha uu quuto waxa ugu qiimaha badan waa. Tayib, walfeyu waaye haddana yacani iyo rujuuc soo naqasho wa calaa diraximi qaraabanimada kan u saaxiibka ah dushiisa lagu soo naqdo, yacni bilixsaani wannafaqa lagula soo naqdo. Waako qofka marka diraximka ah ee qaraabanimada u saaxiibka ah in maxaan idhaahdaa iyo ixsaan iyo nafaqo lagula soo laabto oo la wanaajiyo oo la xiriiriyo, waana maxalu shaahidka xadiidka weeyaan. Waako walfeyu waaye macnaha naqnaqasho calaa diraximi raximka kan u saaxiibkaa dushiisa lagu soo naqnaqdo, bimacnaa wanaajintiisii iyo waxsiintiisii iyo kabarqabkiisii loogu soo naqnaqdo, saasaa laga wada. Marka diraxim buu hadda iska yidhi, adaalimi kuma darin, marka waa iska idlaaqayo daalim ha naqdo ama daalim yuusan naqanin in lagu soo naqnaqdo qofka diraximka oo laga warqabo mar walba. Fii bacdi riwaayaat baa marka waxay ku darayaan walfeylu calaa diraxim aldaalim, sida alimaamu daxaawi kitaabkiisa mushkilu laathaarka oo kale aldaalimi. Marka taasaa marka waafaqaysa tarjamada markii la fiiriyo. Tayib, fa in lam tudiq dalika arrinkaa haddaadan awoodin, waako intaa lasoo sheegay inaad addoon xorayso ama inaad ka qayb qaadato ama cidda caanaha aan haysanin inaad caanahooda meel saarto ama diraximka inaad ku soo naqnaqato kabarqab aad ugu soo naqnaqato, intaas haddaadan awoodin fa'mur bilmacruufi wanaaga fah wanha can ilmunkari munkarkana reeb. Fa in lam tudiq haddaadan awoodin intaas oo macruufka aadan fari karin munkarka aadan reebi karin oo duruufo ay kugu hareereysan yihiin
طيب ها فإن لم تطق ذلك أرنك هدادن أبود فكف لسانك عربك غريب إلا من خير خير ما أنت أسمرك قضب ضاس قضب والباء أدبو قيمة بدينها محايا لأعماش جنة الغقر وإله ريوه سلقو قاري كمدهين أعماش ساس وإيمان محل شاهد كان والفيء على ذي الرحم الظالم كاوية باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم هذا كان باب من باب سوى منك وصل حريري منك رحمه خراودي سحريري في الجاهلية حلق جاهلية تحذي حريري ثم أسلم كذب نصو إسلام وباب كان وحبوبا بها حلق جاهلية إسلام ككهر بو خراودي سو حريري نكني وحلق بلاد دين بو أها وصو إسلامي حتى نح قرابة حريرينتي مركا حلق جاهلية أولين أجر كذا مهلا يا مدام وهذا صو إسلام قرابة حريرينتي أنا وحالمت عمل والباء وأعماش الشريعة أي فرطي كمدا قفك هدو السميو أصيغو قال كدبنا هدو صو إسلام عمل كهوان أكسنو الشريعة أي فرطي أصيغو أصيغو قال هدو صو إسلام ملقا أجر صينايا تاسو مركا بابكا وكاها الله أعماشا كلانا مركا قرابة حريرين تيلم النغناية قال المؤلف مؤلف كوحيري حدثنا أبو اليمان أبو اليمان بانو الرمي أبو اليمان والحكم ابن نافع ثقة ثبت قال وحيري أبو اليمان أخبرنا شعيب شعيب بانو الرمي شعيب ابن أبي حمزة ها ثقة عابد عن الزهري زهري حقي ورمي ومحمد بن مسلم ويان ثقة متفق على جلالته وإتقانه قال أحوير الزهري أخبرني عروة بن الزبير بائي والرمي عروة بن الزبير من ثقات التابعين أن حكيم بن حزام رضي الله عنه حكيم بن حزام إلهيها كراضي نغذير أخبر حكيم عروة مرشي أنه حكيم قال حكيم إنه للنبي إنه ويري صلى الله عليه وسلم أرأيت بل كور النبي الله أمورا أرمو بل إيش أمورتو كنت أنيغا آن أها أتحنف بها أمورتا كي كل عبادي سنة في الجاهلية حل الجاهلية من صلة حال أيها تي أمورت قرابة حريرين وعطاقة حال أيها تي أمورت أدون حرين وصدقة حال أيها تي أمورت حل بجاهلك وحيالا ونكسن بان سمين جري قرابة الحريرية أدون الحرية صدقة لربا فهل لي أنك موحا إيسونا ذي فيها أمورت أتحد هذا أجر أجر مياه يوصمها ما داما حد الصو إسلام أمورتها ووناكسانو حلق جاهلق أن سمين جري ملقا أجر سينعي حكيم بن حزام بأصدى نبي عليه الصلاة والسلام ابن أخي أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها من أشراف قريش بكمدها من كريم أهو ديغ سنوها مركا عمرنا وقاتا يوم لحدا صنع يحلق جاهلق صنولا لحدا صنعنا إسلام كدحدي بوكنولا marka nin way arag buu ahaayeen marka waxyaalo badan oo wanaag ah uu hore u soo sameeyay xilliga jahiliga lixdankii sano jahiliga uu soo qaad waxyaalaha marka in laga ajarsinaayo iyo in kale hadda cadeysanaayo qala hakeemun hakeem wuxuu yiri qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ilaahi rasuulkii sawuxuu yiri aslamta ala ma salafa min khayrin aslamta yaani waad islaamtay adiga على ما بعد نقصه إسلامتي سلفا هرمري ماغا من خير حال وحادي ماغا وحي أذيك كاتع في أيام الجاهلية أو خير دوشو لتقصه إسلامتي بمعنى ولقاء جرسين أيا كافر كهدوس من أفعال جميلة أو ونكسن كدبنا أصو إسلام إسلام لماذا نقول انتو ولقاء جرسين أيا أفعاش الجميلة أوسميه في حالة الكفر أوسوسميه وتفضلا من الله تعالى وتفضل إلهي حقي سكاء هذا يوم
xumaantii uu soo sameeyey xilligii uu gaal ahaa loo raacan maayo, loo ciqaabi maayo. Mar hadduu soo islaamo, wixii xumaan uu hore u soo sameeyey waa la tirtirayaa, waa la baabi'inayaa. Laakiin wanaagyadii uu soo sameeyey haddana waa loo tirinayaa oo kale. Taa marka waxay muujinaysaa fadliga Ilaahay siduu u ballaaran yahay oo kale. Baabu silati dhi raxim almushriki waatahdiya. Hada kana baabu silati dhi raxim. Xadiidku waa xadiid saxiix ah. Kii horena sidaas oo kale saxiix buu ahaa, kanna waa saxiix. Bukhaari baaba saxiixiisa ku soo saaray xadiidkan. Baabu silati dhi raxim, qaraabanimada kan u saaxiibka in la xiriiriyo baabkeedii waa. Dhi raximko almushriki ee gaalka ah iyo waatahdiyati in la hadiyeeyo, loo hadiyeeyo baabkeedii waa. Baabkaana wuxuu kaga hadlayaa alimaamu albukhaari calayhi raxmatullah, qofka qaraabada ah ee mushriga ah in la xiriiriyo iyo weliba in hadiyad la siiyo. Macnaheeduna ma aha in mushrigaa la jecel yahay oo loo hayo, maxaa la yidhaahdaa, ee alwalaa loo hayo oo mabaddo qalbiga loogu hayo, macnaheeda ma aha. Ee xaqa qaraabanimadaas sidaa ah in la wanaajiyo, la xiriiriyo. Qoladii gaalada ahaayeen oo qaraabadiisa ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam, bani fulaan awliyadeedii ma aha, laakiin qaraabanimaa naga dhexayso oon qoynaayo biyaheedii aan ku qoynaayo qaraabanimada, sidaa wakiil ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. Marka xiriirinta hadiyasiintaas naftarkeedaa waxay keeni kartaa inay iyaga naftarkooda soo dibcaan oo arrintaas sabab u noqoto inay soo islaamaan. قال المؤلف مؤلف كي وحيري حدثنا محمد بن سلام بن نور رمي ثقة ضبط. قال محمد بن سلام وحيري أخبرنا عبدة أي نور رمي عبدة بن سليمان ثقة ضبط عن عبيد الله ونور رمي عبيد الله بن عمر بن حفص ثقة ضبط من صغار التابعين عن نافع نافع حجب ونور رمي نافع مولى ابن عمر ثقة ضبط مشهور من أئمة التابعين عن ابن عمر ابن عمر حقي ونوغا ورمي رأى عمر عمر باوله أركي حلة بلد أما اسكتور حلة سيراء أو ديل ملة أو تشي تيمو إيو علامو إيو تيني ملة محن إرادة يميدا بقصة سوكالة. فقال مركا سوير عمر يا رسول الله لو اشتريت هذه حلة دان هداد إبسان لهيد oo falabistaha aad labisan lahayd yowma aljumuca iyo walil wufuudi aad u labisan lahayd idaa atowka hadday kuu yimaadaan la kaana xasanan saasaa ficnaan lahayd. Marka xulada waa dharka isku joogga ah oo dharka kor laga qaato iyo kan hoos laga qaato oo isku nooca ah baa xulad la yidhaahda. Marka waa soo marnay xadiidkaanoo weliba masjidka bannaankiisaa lagu gadaay. Markaasuu yidhi cumar, rasuul allow haddaad iibsan lahayd oo maalinta jumcada aad xiran lahayd iyo markay wufuudda kuu imaanayaan way ficnaan lahayd. Marka waxaa laga qaadanayaa munaasabaadka xilligoodii jumcada iyo xilliyada qofka shirarka uu ka qayb galayay iyo xafladaha iyo inuu soo qaato dhar qurxoon oo labis ah uu isa soo hagaajiyo mandarkiisa iyo muuqaalkiisa uu soo wanaajiyo, arrintaa inay mustaxab tahay cinda sharci baa laga qaadanaya, mana uusan inkirin nabiga calayhi salaatu wasalaam taa iyada. Laakiin xulada iyadu xariir bay aheedayo dhinaca buu nabiga ka inkiray. Faqaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, yaa cumaru cumarow, innamaa yalbasu haadihi, tan waxaa la bisanayo, man laa khalaaqa lahu, qofaan nasiib lahayn oo aakhirada aan nasiib ku lahayn unbaa iibsanaya. Laanne ragga waa laga xarimay dharka xariirta laga sameeyey inay xirtaan, xuladan iyaduna xariir baa laga sameeyey, sidaasuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam. Marka ma uusan inkirin in dharka qurxoon la xiranayo jumcada iyo wufuudda loo xiranayo, laakiin ayadaa xariir aheyd sidaabuu nabiga u diiday. uma uudiya linnabiyi sala allahu calayhi wasalama, waxaa loo soo hadiyey minhaa xuladaa xaggeeda xulalu, isku joogyaaba loo soo hadiyeyey. Tii hore beec bay aheedayo, kuwa aan beec ahayn baaba nabiga loo soo hadiyeeyey calayhi salaatu wasalaam. Fa ahdaa markaasuu nabiga hadiyeeyey asigana ilaa cumara, cumar intii ka ah buu u hadiyey minhaa xulasha, xaal uu ka ahaaday xulatan isku joog buu cumar uga hadiyeyey. Cumar buu marka isku joog hadiyad ah nabiga uu u diray calayhi salaatu wasalaam. Cumar marka arrintii waa la yaabay,
xulladii shalay nabiga uu lahaa waxaa labisanaya qof aan aakhirada nasiib ku lahayn nooceeda hadda asiga loo soo hadiyey oo nabiga uu soo hadiyey calayhi salaatu wasalaam. Fajaa'a cumaru, cumar baa yimid marka ilaa rasuulillaahi yuu u yimid salallaahu calayhi wasalama, faqaala markaasaa wuxuu yidhi cumar, yaa rasuul allah, bacasta ilaya haadihi, xulladan baad ii soo dirtay, waqad samictuka, waxaana ku maqlay, qulta adigoo dhahay, fiiha xullada dhexdii, maa qulta waxa adiga aad dhahday, niman aakhirada nasiib ku lehen baa labisanayaad dhahday, haddana anigiyaad bay ii soo hadiyeysa. Waa sidee, maxaa isbedelay? Qaala markaasuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, innii aniga lam uhdihaa, xullada ma hadyeynin laka, adiga kuuma hadyeynin, litalbasahaa, xullada inaad labisato ahaan ma aanan kugu hadyeynin, ee innamaa ahdaytuhaa ilayka, adigan kuu hadiyeeyey, litabiicahaa, xullada si aad u gado, ow litagsuwahaa, ama xullada inaad marashayso, oo qof mudan inuu marashayso sida dumarkii oo kale, inaad siisood u marashayso, sidaasaan maxaan idhaahdaa ee kuu siiyey. Marka qofka wax loo hadiyeynaayo, shayga loo hadiyeynaayo, shay inuu asiga isticmaalo u suubado inuu ahaado shaqo maaha. Yacni nin rag baa waxaa loo hadiyeyn karaa dhar dumarka ay xiranayaan baa loo hadiyeyn karaa, oo xaasaskiisii iyo gabdhihiisi uu siisanayaa iyo hooyadii oo kale uu siisanaa, ama hadduu rabo waa iibgeysanaya inuu asiga xiranayo shaqo maaha. Nin weyn baa loo hadiyeyn karaa dhar caruur ay xiranayaan baa loo hadiyeyn karaa. Kolka waxaan kugu soo hadiyeyey ma aha inaad adiga xiratid ood labisatide, inaad gadato ood iibiso ood lacagtii aad ku noolaato ama aad ku dhaqanto ama inaad marashayso dadka ahalka u ah marashaysiga. Fa ahdaahaa, xulladii cumaru, cumar wuu hadiyey, liakhin, walaal buu u hadiyeyey, akhoo lahu cumar u sugnaan, akhoo min ummihi cumar, ee hooyadii xaggii ka ah, akhoo mushrikin oo gaal meesha waa imanka maxalu shaahid. Cumar marka wuxuu u hadiyeyey mid asiga walaalkii ahaa oo akhli ahaa oo gaal ahaa, ninkaasuu u hadiyeyey. Tayib, marka in qaraabada walow gaalaba ay ahaadaane in xataa hadaayaad la siiyo, la xiriiriyo, laga warqabo, waa arrin marka ay shareecadu fariiso. Xadiidku waa xadiid saxiixo, Bukhaari iyo Muslim labadaba way soo saareen. Baabu tacallamuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum. Baabu tacallamuu, haa, ama haadaa kani baabun baab waaye. Tacallamuu, barta, min ansaabikum, nasabyadiina xaggii maa ka barta, tasiluuna bihi, maaga aad ku xiriirinaysaan, arxaamakum, aad ku xiriirinaysaan ansaabtiina xaggii ka barta waxa aad qaraabada ku xiriirisaan, oo min jihati alab waalum waalfuruuc waalusuul, barta oo qaraabada magacyadooda barta. Waa in la baraa carruurta naftarkooda, in la yidhaahdo midkani waa adeerka, midkani waa abtiga, qoftan waa habaryarta, qoftan waa eedada, qoftan waa walaasha, saasoo kale, qofkan waa ina adeerka. Yacni qaraabada maadaama la is amray in la xiriiriyo, xiriirinta waxaa ka horeeya marka hore in la barto qofka qofkii wax u ah iyo qofka kale inuu kala garanayo. Tacallamuu, barta, min ansaabikum, nasabyadiina xaggii maa ka barta, tasiluuna bihi, maaga arxaamakum, aad ku xiriirinaysaan. Qaala almuallifu, muallifka wuxuu yidhi Abuu Cabdillaahi Muxamed ibnu Ismaaciil Albukhaari calayhi raxmatullah, xadathanaa, waxaa noo warramay Camru bnu Khaalidin baa noo warramay, thiqatun thabtun, qaala wuxuu yidhi Camar, xadathanaa, waxaa noo warramay Cataabu bnu Bashiir baa noo warramay, saduuqun, can Isxaaqa bni Raashid, xaggii buuna nooga warramay, thiqatun fii xadiidihi can Izuhriyi bacdu lwahmi, Zuhri markuu wax ka warinayaa xoogaa bacdu lwahmi uu ku jiraa ninkan Isxaaq ibni Raashid, thiqatun fii xadiidihi can Izuhriyi bacdu lwahmi, can Izuhriyi, Zuhri xaggii uu nooga warramay, Zuhri waa Muxamed ibnu Muslime, thiqatun mutafaqun calaa jalaalatihi wa itqaani, qaala wuxuu yidhi Zuhri, xadathanii, waxaa ii warramay Muxamed ibnu Jubeyr ibni Mudcin baa ii warramay, thiqatun taabiciyun jaliilun, anna Jubeyra bna Mudcim, akhbara Jubeyr, wuu Muxamed inuu u sheegay uu ii sheegay, annahu Jubeyr, samica Jubeyr inuu maqlay Cumara, inuu maqlay Cumarkoo ibna Alkhadaab radiyallaahu canhu, yaquulu, xaal asigoo dhahayo Cumar, cala alminbarina, xaal uu ku sugan yahay Cumar, minbarkuu saarnaa, tacallamuu, barta, ansaabakum, nasabyadiina barta, oo abtirkiini barta, thuma siluu, xiriiriya, arxaamakum, qaraabadiina xiriiriya, oo nidaamka sharciga uu faraayana ku xiriiriya.
qaraabo xiriirinta macnaheedu maah qaraabada maalintay dulmiga samaynayaan in la garab istaago oo dulmiga lagu garab istaago macnaheedu sidaa maah wallaahi baan ku dhaartay ee innahu shaani ah la yakuunu waxaa ahaanayo bayna rajuli iyo wa bayna akhiihi ashay-u ayaa ahaanaya yacnii isku dhac ashay-u isku dhac baa ahaanaya haddaan lisgaranaynin qofka abtigii hadduusan garanaynin adeerkii hadduusan garanaynin ina adeerkii hadduusan garanaynin ina abtigii hadduusan garanaynin walaalkii hadduusan garanaynin waxaa dhici karayso inay dagaalamaan ayagoon isgaranaynin inay qaraabo yihiin wallaahi baan ku dhaartay ee innahu shaani ah la yakuunu bayna arrajuli wa bayna akhiihi ashay-u ayaa ahaanaayo isku dhac baa ahaanaya walow yaclamu rajulka hadduu ogaan lahaane alladii kii baynahu rajulka iyo wa baynahu bayna alakhi ahaad min daakhilati raximi qaraabanimada xiriirkeedana xaal u ahaadee maaga haa la owsaca wuu ka reebi lahaa huu rajulka daalika arrinka cilmiga can intihaakihi buu ka reebi lahaa qareerintiisa xaggii buu ka reebi lahaa haa yacnii naqdihi cahd allah cahdiga ilaahay inuu jabiyo yacnii hadduu ogaan lahaa ninkan qariibkiisa inuu yahay siduu ugu fogaaday uusan ugu fogaan lahayn laakiin jahli iyo aqoondaro daraaddi inay sababto inay isku fogaadaan labada qof ayagoona wax isku aho kale hadday iskabarqabi lahaayeenna aysan sidaa isugu fogaan lahayn taa baa dhici karayso xadiidku marka waa xadiid maxaa la yidhahdaa ee saxiixa ah xaakimna isagoo marfuuca ayuu soo saaray sida hadda uu u muuqdana mawquuf weeyaan oo athar oo cumar ku joogow tayib isagoo marfuucna uu jira qaala almuallifu muallifka wuxuu yidhi abuu cabdillaahi xadatanaa axmedu bnu yacquub baa noo warramay axmedu bnu yacquub baa noo warramay thiqatun xaafidun qaala wuxuu yidhi axmed akhbaranaa isxaaq bnu saciid ibni camrin baa noo warramay thiqatun xaafidun annahu isxaaq samica isxaaq abaahu aabbihii buu maqlay oo saciid ibni camar yuxadiu abkane min thiqati taabiciin buu ka mid yahy yuxadiu xaal asigoo sheekeenaya abka can ibni cabaasin ka sheekeynaya radia allaahu canhu annahu ibna cabaas qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi ixfaduu xifdiya ansaabakum nasabyadiina xifdiya oo isbartow tasiluu arxaamakum qaraabadiina aad xidhiirisiine qaraabadu inay isbarato waa muhim jiddan si ay isku xidhiiriyaan fa innahu shani ah laa bucda fogaasho biraximi raxim qabiddii ma ahaan idaa qarubat hadday soo dhabaato raximta wa in kaanad haba ahaato raximta baciidatan mid fog haba ahaato qaraabanimada xataa haddii ay fog tahay haddii la soo dhaweeyo silo xidhiirin iyo ixsaan lagu soo dhaweeyo ma fogaanayso way dhowdahay qaraabanimada xidhiirintaa muhim ah walaa qurba dhabaashana bihaa raximta qabideeda ma ahan idaa bacudad raximti haddii ay fogaato bimacnaa qudicad baa laga wadaa la jaro wa in kaanad walow kaanad raximta qariibatan haba ahaa qaraabanimada hadday dhowdahayna mar haddii lisjaray oon lisxidhiirinaynin dhabaasho ma jirto way fogaanaysaa midda fogne mar haddii lisxidhiirinaayo fogaasho ma jirto iyadana way dhowdahay saas waay marka waxaa macno u samaynaayo xidhiirintaa macno u samaynayso wa in kaanad walow kaanad haba ahaato qariibatan mid dhow haba ahaato waxaa jirto qaraabanimo dhow oo laakiin haddana aan laisku xidhiirinaynin qaraabanimo fog oo haddana laisku xidhiirinayaa jir marka fogaasho ma jirto mar haddii lisxidhiirinaayo dhabaashana ma jirto mar haddaan lisxidhiirinaynin wa kullu raximin raxim walbane qaraabo walbane aatiyatun way imaanaysaa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinta amaama saaxibihaa raximta saaxiibkeeda hortii bay imaanaysaa tashhadu raximtii lahu saaxibka waxay ugu marakece bisilatin xidhiirin in kaana saaxiibka hadduu ahaa wasalahaa raximta mid xidhiirinaaya hadduu ahaa wa calayhi saaxiibka dushiiyay ku marakece biqadiicatin goosmo ayuu ugu marakece in kaana saaxiibka hadduu ahaa qadacahaa raximta mid jaray hadduu ahaa xadiidku marka cabdullahi ibni cabaas inuu ku joogo weeyaan sida hadda imaam albukhaari uu halkan ku tilmaamay laakiin marfuuc waaye xagga xukunka xukun ahaan buu marfuuc u yahay xaakimna wuu soo saarayba isagoo marfuuca oo nabiga loo kor yeelaayo calayhi salaatu wasalaam waana saxiix tayib qaala almuallifu wuxuu yidhi baabu hal yaquulu almowlaa innii min fulaan mowlaha kan la xureeyey
ma dhahayaa inii aniga min fulaanin fulaan xaggii baan ka ahaaday oo yacnii min bani fulaan oo kale reer bani fulaan baan qoladii asiga xuraysay miyuu u nisba sheeganaya haa mise arrintaa lama oggola qaala almuallifu muallifka wuxuu yidhi xadaanaa muusa bnu ismaaciil baa noo warramay thiqatun thabtun qaala wuxuu yidhi muuse xadaanaa cabdulwaaxid ibnu ziyaad baa noo warramay ayib cabdulwaaxid ibnu ziyaad baa noo warramay qaala wuxuu yidhi thiqatun fii xadiidihi can ilacmashi waxdahu maqaalun cabdulwaaxid ibnu ziyaad thiqatun weeyaan balse fii xadiidihi can ilacmash waxdah maqaalun acmash markuu wax ka warinaaya hadal uu ku jira qaala wuxuu yidhi cabdulwaaxid ibnu ziyaad xadaanaa waa'ilu ayaa noo warramay waa'ilkoo ibnu daawuud waa'ilkoo alleythiyu thiqatun saalixu lxadiid wa ayib qaala wuxuu yidhi waa'il xadaanaa cabdiraxmaan ayaa noo warramay cabdiraxmaankoo ibnu xabiib maqbuulun qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan qaala lii cabdullaahi baa wuxuu ii yidhi cabdullaahi oo ibnu cumara miman anta adiga yaa tahay cabdiraxmaan oo adiga yaa tahay qultu markaasaa waxaan dhahay min tamiimi tamiimin haa waxaan ahay qolada tamiim la yidhaahdo ayaan ahay min tamiimi tamiimin tamiim tamiimkooda xaggiiyaan ka ahayo qoladaasaan u dhashay qaala markaasaa wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cumar min anfusihim anfustooda xaggii miyaad ka ahaatay bimacnaa dhalad maad tahay oo ma ayagaad ka dhalatay oo min mawaaliihim mise mawaaliyadooda xaggoodaad ka ahaatay kuwa ay xureeyeen ma ayagaa ku xureeyeen mise ayagaad ka dhalatayba qultu markaasaa waxaan dhahay uu yidhi min mawaaliihim baan ka mid ah kuwa ay iyaga xureeyeen qaala cabdullaahi ibnu cumar baa wuxuu yidhi fa hallaa qulta maad dhahdo marka min mawaaliihim baan ka ahaday maad dhahdo idan hadday sidaa tahay marka lama oggola qofka ciddii xuraysay baan ka dhashay inuu yidhaahdo lama oggola qoladuu ka dhashay inuu ayaga sheegto inuu ka dhashay qoladan kalena ee xuraysayna inuu yidhaahdo waa mawaaliyadeeda inuu yidhaahdo sidaasaa la rabaa ayib atharka waa athar xasan ah baabun haadaa kani baabun baab waaye mawla alqowmi qoomka mawlahooda min anfusihim qoomka anfustooda xaggii ayuu ka ahaaday waako waa ayagu ka mid yahay bimacnaa waa mawaaliyadiisiwa qaala almuallifu muallifka wuxuu yidhi xadaanaa camru bnu khaalid baa noo warramay thiqatun thabtun qaala wuxuu yidhi camar xadaanaa zuhayru zuhayr bnu mucaawiya ayaa noo warramay thiqatun thabtun qaala wuxuu yidhi zuhayr xadaanaa cabdullaahi yaa noo warramay cabdullaahigaasoo ibnu cuhmaana saduuqun min sigaari taabiciin qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cuhmaan akhbaranii ismaaciilu bnu cubayd baa ii warramay maqbuulun can abiihi aabihii xaggii buuna iga warramay thiqatun cubaydin cubaydna ah waa'ida aaba can rifaacata bni raafic ayuuna iga warramay radia allaahu canhu ayib anna annabiya sala allahu calayhi wasalama qaala nabiga wuxuu yidhi licumara cumar baa wuxuu u yidhi ijmac lii qowmaka qoomkaaga ii kul cumar buu nabiga la hadlayaa qoomkaaga cadawi buu ahaa cumar marka qoomkaaga ii kulmi buu fa jamaca cumar hum qoomkii buu kulmiyey falammaa xadaruu markay soo xaadireen qoomka baaban nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga albaab daqala calayhi nabiga waxaa u soo galay cumaru cumar baa u soo galay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi cumar qad jamactu laka qoomii baan kuu kulmiyey rasuul allah fa samica dalika alansaaru ansaar baa arrinkaa maqleen fa qaaluu markaasaa waxay yidhaahdeen ansaartii ayagana qad nazala fii qurayshin quraysh dhexdooda alwaxyu waxyi baa ku soo degay quraysh baa la kulmiyey marka qoladaa la kulminaayo qoomka oo markuu nabiga leeyahay qoomkaaga ii kulmi quraysh oo idil in loo jeedo cumar waa quraysh ama qolada uu cumar ka dhashayo cadawi buu asiga ahaa qoladaa in loo kulmiyey labadaba waa suurowdaa marka laakiin ansaartii hadalkooda bal eeg arrintaa markay maqleen baa waxay yidhaahdeen quraysh dhexdii waxyi baa ku soo degay oo arrin ayaga quseeya baa lagala hadlayaa oo waxyi ah saasay ansaarta yidhaahdeen fa jaa almustamicu mid dhegaysanayaa yimid iyo wannaadiru mid fiirinaayo maa fiirinaayo yuqaalu la dhahayo maaga lahum quraysh loo dhahayo fa kharaja annabiyu sala allahu calayhi wasalama soo baxay fa qaama nabiga waa istaagay bayna adhuurihim dhexdooduu ka istaagay fa qaala markaasuu nabiga yidhi
هل فيكم من غيركم دحدينا موحاء هذه غير كينا او ضدن قريش ان يا انو كل شيء قالوا وحيرا نعمها فينا دحدينا وحاء هذه حليفنا حليف كنغا مدكي انغا ان لبه وداغني او دقنك او نغا دخيه لكن دلشاي سن نغا دخين اي وابن اختنا ولا شندا اننكيد وان ابتغى انهي اي وموالينا كو انغا اخرين انت بوين نقول حجران قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو يري حليفنا منا انغو نغا مديهي وابن اختنا منا انغو نغا مديهي وموالينا منا انغي نغا مديهي حق طلشده لغما وده حق دقنكا iyo nafciga iyo waxtarka iyo isgarab istaaga iyo xagga musrada dhinaca salaaga wada wa antum idinkana tasmacuuna waad maqleysa idinkuna waad maqleysa inna awliyaa'i awliyadeeda minkum xaqiina xaal ay ka ahaadeen almuttaquuna wa yakuwa ilaahi ka cabsanaaya fa in kuntum hadii aad ahaataan ulaa'ika kuwaas fadaaka fal amru dhaahirun wa illa fanzuru fiiriya aaqibata amrikum fiiriya أرنكينا عاقبتي صفيرية هذه متقين أيضا أهان عاقبتي ندب أفيرية لا يأتي الناس ضدك بأعمال يسن لإيمان يوم القيامة قيامة مالنت ضدك مالنت قيامة أعمال يسن لإيمان أو وتأتون إذن كان أضلاء ماتان بالأفقال ذنوب علاسيو يعني ذنوب أضلاء ماتان طاي صندعين أو فيعرض لجيستو عنكم حقنا لجيس طاي صندعين ثم نادى رسولك ونادي عليه الصلاة والسلام فقال أوير رسولك يا أيها الناس ددوا ورفع رسولك يديه لبدي سقعموك بكري إلي يضعهما يدينك حال ودجنا على رؤوس قريش قريش مضح يضعه وكدجنا أيها الناس ددوا إن قريش قريش أهل أمانة أمانة أهل كيدي واي أو أهل صدق وأمانة واي قريش بو أمانة وددكي أمدى إني هو جاميان لائق أهانا واي من بغى غفكي قردر صدو بهم قريش قردر صدو ها هل كامركو مرايو قال زهير زهير باوحو يري زهير باوحو يري ابن معاوية وياني سنة كجري أظنه عبد الله باوحان ملينا يا عبد الله باوحان ملينا يا قال إنو يري عبد الله العواثرة إنو يري أيان ملينا ياو أظنه وحن ملينا يا أي أظنه عبد الله بن ملينا يا قال عبد الله إنو يري هذا الكمر كان كورينا إنو سيد الصوص عت إنو يري بن ملينا يا إن قريشا سيد مركا أيها الناس دذو إن قريشا قريش أهل أمانة واي من بغى قفكي قردر صدو بهم قريش كل قردر صدو العواثر بهلو كبه من كاس وكفنا يا الله إلهي لمن خريه لبدي سسندل أي إلهي أكفنا يا أو معناها كبه الله في النار اللي بتشي بالغة وضع وتشي بيسا أي إلهي النار كوقف جنبنا يا قفكي معناها أيجا بهلو يعني لدونه قفكي أيجا كوكر درصدو بمعنى لدونه بهلو لدونه قط يو خيانه قفكي أيجا لدونه ها كبه الله إلهي وكوأب جنبنا يا لمن خريه يقول رسولك وحورها يا ذلك أرنك ثلاث مرات سدح مربو رسولك أرنك كوعل علينا يا وحديث صحيح حاكم با صحيح يا لي باب من عال جاريتين اللي وقف دوت قفكي النفقيي بابكي سوى وواحدة أما هل نفقيي قال المؤلف مؤلف وحير حدثنا عبد الله بن نور رمي عبد الله وابن يزيد ثقة قال عبد الله وحير حدثنا حرملة بن عمران بن نور رمي ثقة حافظ حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي أي نور عن أبي عشانة المعافرية أي نور رمي من ثقات التابعين عن عقبة بن عامر حجيب بن نور رمي قال وحير عقبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مغلي يقول حال أصيغ أو نهاي من غفكي كان له منك ثلاث بنات سدح قبلوت أيوة هذا وصبر عليهن سدح ذا قبلوت نكو صبر وكساهن سدح ذا قبلوت مرشيه من جدته نقاله سحقين كمرشيه يعني
يعني من غناه دقاله سحجي كمرا شيء كنا وحي أهانا يان قبلها أصله منك حجابا بيقو أهانا يان من النار نار حقي حجاب أوغا أهانا يان وحديث صحيحة. قال المؤلف مؤلف وحيري حدثنا الفضل بن الدكين بانو ورمي ثقة ثبت. قال وحيري فضل بن الدكين حدثنا فضل بانو ورمي صدوق رمي بالتشيع عن شرحبيل بن نوغا ورمي صدوق اختلط بآخرة. قال وحيري شرحبيل سمعت ابن عباس بان مغلي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كمغلي قال النبي قاسي إنو يري ما من مسلم مسلم مجر تدركه أي سوسو غارا يا مسلم كابن تاني لبقبرود با سوسو غارا أو فيحسن ونجينا يا مسلم ك صحبتهما ابنتين كصحبته لصاحب دا إلى صاحبين بو ونجيه سفي عم بو كوريه وقوديه وأمر الشيء وإدبي وتعليمي زوج في عنه وزوجي لبقى برود قفك السيدة وهجاجيه إلا أدخلتاه مسلم كاس وحي قيلين آيان لبقى ذا قبرود الجنة تجنؤن بي قيلين آيان. قال المؤلف مؤلف وحيري حدثنا أبو النعمان بانو ورمي ثقة ثبت. قال وحيري أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد بانو ورمي صدوق له أوهام. قال وحويري سعيد بن زيد حدثني علي بن زيد بائي والرمي ضعيف لكن تابعه سفيان بن حسين وانين ضعيف لكن ضعف هذا دبما له ولا متابعيه سفيان بن حسين با متابعيه. قال وحويري علي حدثني محمد بن المنكدر بائي والرمي من ثقات التابعين أن جابر بن عبد الله حدثهم إنه أشكي جابر قال إنه يري جابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري من قفك كان له منك ثلاث بنات أيوه هذا ثلاث بنات يؤوي منك هن ثلاث بنات أوصد دمائه ويكفيهن أكافنا يسد هذا قبله ويرحمهن أغن حريصنا فقد وجبت له منك الجنة أواجبت البتة قبي أهامبا جنة أواجب. فقال رجل نبا وحيري رجلكم من بعد القوم كم دا واثنتين لبنا يا رسول الله لبا قبلون. قال رسولك عليه الصلاة والسلام غير واثنتين لبنا سدا سوكلو حديثك إسنادك سجيد وايو ونكسين. باب من عال قفك النفقيي بابك سوى ثلاثة أخوات سدح قبل الله ولا لا. قال المؤلف مؤلف كوحيري حدثنا عبد العزيز بانو والرمي عبد العزيز بن عبد الله بانو والرمي ثقة. قال وحيري عبد العزيز ابن عبد الله هو عبد العزيز ابن عبد الله وحيري ابن يحيى أبو القاسم الفقيه. قال وحيري عبد العزيز حدثني عبد العزيز بن محمد بائي والرمي عبد العزيز بن محمد الدراوردي بائي والرمي صدوق أما حديثه عن عبيد الله منكر ها عن سهيل بن أبي صالح أيون إيغا والرمي صدوق تغير بآخرة عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل أيون إيغا والرمي مقبول عن أيوب بن بشير المعاوية حق أيون إيغا والرمي ثقة من كبار التابعين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لا يكون لأحد أحد وما أهانا يعني ثلاث بنات سدح قبله وأسيق أود عليه أو ثلاث أقوات سدح أسيق الله دلتي وقبله أو فيحسن مركا ونجي إليهن قبلها إلا دخل وقال يا أحد كاسي الجنة الجنة سدح قبله ولا له ساء وأبيه كتغي أما هو يدي أي كلمة سدح سوكله بونجي ونجنتاس امرك معنى بلارن ونفقيي ومرشيي وتعليمي وادبي زوج في عنا وزوجي وحصل امرك وناجين بين غنيسا قفكا اسغا وحا ويا قبلها سدا او قرخيي و هو كمودانايا جنة ايو كمودانايا مركا حديث هو حديث حسن درجه ديس. باب فضل من عال ابنته المردوده وبالله التوفيق.